الحقيقة إن شركة بيكو للزراعات الحديثة من أهم الشركات اللي بتحرص على تواجدها في معرض صحارى كل سنة عشان تتواصل مع جمهور عملائها من المزارعين ومن مستخدمي مستلزمات الزراعة، خصوصاً إن هم من أكبر الشركات اللي بتنتج شتلات الفاكهة المختلفة. النهارده المهندس محمود رفعت وهو مدير قطاع إبصار النبات في شركة بيكو للزراعات الحديثة هيكلمنا النهارده عن موضوع مهم جدا بعد ما نلقي كلمة عن أهم نشاطات الشركة في الفترة اللي فاتت. طبعا النشاط الشركة معروف تصدير الفاكهة بالإضافة طبعا لنشاط إبصار النباتات، وده قطعنا فيه شوط كبير جدا. احنا بنقدم السنة دي منتج جديد تماما لمزارعين القصب. احنا بننتج شتلات قصب سكر بزراعة الأنسجة، ودي خطوة كبيرة جدا، واحنا متأكدين تماما بعد تجارب كتير جدا عملناها في الموضوع ده ان ده هيفرق فرق كبير جدا في انتاج السكر في مصر. احنا بدأنا تجارب على هذا الموضوع من 2007، وبدأنا نعرض انتاجنا من الشتلات على المزارعين، وكنا بنوزع الشتلات على المزارعين بشكل مجاني يعني على اساس المزارع يجرب ويشوف النتيجة بنفسه شكلها ايه. طبعا الحمد لله النتائج اثبتت نجاح هايل للتجربه. احنا متوسط انتاجيه الفدان في مصر من قصب السكر حوالي 30 طن للفدان. ده بالزراعه العاديه؟ ده بالزراعه العاديه، ده بالزراعه العاديه. الزراعه بشتلات ناتجه من زراعه الانسجه اولا بتدي المزارع شتله خاليه من الامراض، شتله نظيفه تماما، حيويه عاليه جدا، انتاجيه عاليه جدا. احنا وصلنا مع بعض المزارعين لانتاج فوق ال 60 طن من الفدان من شتلات الانسجه. المتوسط العام اللي وصلنا له مع عدد كبير من المزارعين وصلنا لحوالي 55 طن للفدان. لو حطينا كمان معاه شويه اضافات زي مثلا الري بالتنقيط هيفرق كتير جدا في استهلاك الميه وفي جوده المنتج وفي كميه المنتج. الفرق ده هينعكس على مصانع السكر. ايه اللي بيمنعنا من احنا ننفذ استراتيجيات وتطبيق زراعه شتلات القصب؟ احنا شركه واحده. كميه الشتلات اللي مصر محتاجاها سنويا بتزيد عن 300 مليون شتله. احنا ما نقدرش ننتج 300 مليون شتله. احنا نقدر ننتج مثلا ماكسيمم 4 5 مليون. فمحتاجين اولا نعمل معامل اكتر عشان تنتج شتلات اكتر، محتاجين كمان توعيه للمزارع، وده بقى دور الاجهزه بقى المعنيه. احنا محتاجين اكتر من حاجه. اولا مفيش طبعا اي مانع انه شركات خاصه تخش في الانتاج لان الانتاج المطلوب كبير جدا. مفيش مانع طبعا ان يحصل توعيه للمزارع، بس المزارع المصري المزارع ذكي جدا على فكره. هو بيشوف التجربه قدامه قدام عينيه، شاف ان في انتاج ممكن يعدي ال 50 طن من الفدان بزراعه الشتله، هو لوحده هيروح اوتوماتيك ليها، وهو هيضغط علينا عشان ننتج شتلات عشان نوفي احتياجاته.